أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الحوت الجمعة 4 يونيو حزيران 2021. هناك شيئا ما يحسك على العمل، تشعر باضطراب الأجواء من حولك، الأمر الذي يدفعك إلى النهوض إلى فراشك والذهاب إلى العمل مبكرا. مشكلتك اليوم هي أنك لست على دارية بالمكان الذي تذهب إليه، أو ربما يكون غير واضح أمامك. تتخذ قرارا مهما يؤثر عليك وعلى الحبيب. عاطفيا قد تواجه ضغوطا شديدة، فكن جاهزا ومتسلحا بالهدوء وطول البال لتخرج منتصرا وتكسب قلب الشريك مجددا. مهنيا الكلمة الأخيرة ستكون لك، ولكن ليس بالضرورة محاربة زملائك. تقف في وجه التحديات وتحل مشكلة قائمة. صحيا تجنب النشويات قدر الإمكان، واختار المأكولات الأقل دسما ودهنيات.